بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق ضراو. النهاردة الثلاث 13/6/2023 وبالأخص من داخل سوق البقر الوالد. هنخش نعمل لكم تقرير بأسعار البقر الوالد. صباح الفل بالصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. دي والدة لسه على كده. ازيك يا باشا؟ صباح الفل. ها 17 يوم دي يا 17 يوم. انا فكرة والدة امبارح يا راجل. بالصلاة على النبي. ايه سنة على كده لهم؟ بقرة قافلة فيها كشوف ولا حاجة؟ لا لا. الصلاة على النبي. تحليب لها كام دي؟ تحليب لها 3 و3 ولا 2 و2؟ اللبن رزق. تمام. عليها ولا فيها بيع وشراء معلم؟ طب حد اشترى معاك؟ مستنين الرزق يعني. ان شاء الله يرزقك يا شيخ. لسه يا جماعة عشان الوقت بدري بس ما ايه ما حدش فتح معاه الباب يعني. الصلاة على النبي تبارك الله. ليه؟ تعمل ايه لما اصورك يعني؟ تعمل ايه لما اصورك؟ عايزين يجيبوا الكاميرا يا اخي. ماشي يا معلم حبيبي. قناة المزرعة. طب خلاص. طب اعمل ايه الجو النهارده؟ ازيك يا حاج محمد؟ مبارك. تمام. اللحم 100 100. ايه 100 100 والله. بس هذول خطفت خطفه من برا كده. راخي ولا لا؟ كويس. في سعر يعني؟ والله كويس. في وفي شروات يا حاج. الله يوسع عليك. صباح الفل يا معلمين. اخباركم؟ نهاركم ابيض بالصلاه على النبي. ايه سنه يا معلم؟ كاشفه في كام؟ 4. بالصلاه على النبي. هذه بقرة كاشفة في 4. الصلاة تحت. ايه خلفها؟ خلفها ايه؟ نتاية. بالصلاة على النبي. كام البيع والشراء ولا اللي عليها معلم؟ الحليب مري يا باشا. الحليب مري. تحليب من غير عيلها يعني يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. هذه الحلوان تحتيها نتاية. الصلاة على النبي. كم البيع والشراء؟ 28.5. بنقول لك 35 اشتريها. الصلاة على النبي. اشتري ب 28.5. بقول اشتري حتى ب 35. لا هي تقرب بس. تقرب الدنيا. تقرب الدنيا. عليها فلوس؟ لا ما عليهاش. يعني اشترى ب 28.5. بعد ما تخلص لي بالله صور معلم. حاضر يا معلم. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي. بيع وشراء فيها 28.5 يا جماعة. النهارده ما فيش. النهارده مع العرض على طول. الصلاة على النبي يا عم. الله ينور. الصلاة على النبي. هذه يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك. صباح الفل يا معلمين. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. تحتيها انتايا هي؟ الصلاة على النبي. 37,000 يا جماعة و 28.5. الأسعار كده في الأداء. وصلنا على كده؟ سادة على الأول. سادة على الأول؟ على الأول. فيها كسوف ولا حاجة؟ لا فاش ولا حاجة يا جماعة. الصلاة على النبي. 37.5؟ 37 بس. بيع وشراء. الصلاة على النبي. شغالة محرات وكل شغالة كل حاجة. الصاد بس مش قبلها. الصلاة على النبي. كم رقمك لو حد عايز يوصل معك فيها؟ أيوة. كم رقمك؟ كم رقمك؟ 3 وحايل 44. ايوه 37804. اسمك كريم حق؟ صبري سلام. ماشي يا عم صبري. نهاركم ابيض بالصلاة على النبي. نهاركم ابيض. الله يوسع عليكم. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك وكملوا معانا الفيديو للنهاية. نعمل لكم تقرير بأسعار البقر الوالد. هيا نعمل لكم تقرير حلو إن شاء الله. دي تحتيها نتاية. ايه سنة حق؟ سادة على الأول يا جماعة. قافلة على الأول. الصلاة على النبي. هذه لبنها يا جماعة. اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي يا عم. الصلاة على النبي تبارك الله. ودي النتاية. لو قلنا لبنها يتحصل 2 و2؟ لبنها 2 و2. ها كامل فلوس البيع والشراء. البيع والشراء 40,000. تحتيها النتاية دي. لا الله ينور عليك يا عمي. فيها طلوقة ولا عشرة ولا حاجة؟ فيها طلوقة جديد. فيها طلوقة جديد. الصلاة. كم تليفونك لو حد عايزها منك؟ 011-47-66-53-24. الله يوسع عليك. اسمك كريم حق؟ محمود صالح. ماشي حق محمود. تشكرين حق. نهارك ابيض يا عمان. شرف فينا والله. تشرفنا بيك والله يا عمي. هي يا جماعه ب 40,000 بيع وشراء فيها. وتحتيها النتايه دي. ودايما يا جماعه انا بقول للناس اللي هي بتتصل يعني من خلال القناه لو في بقر عجبتها زي كده مثلا اتصلت بحد حاول تكسر معه قد ما تقدر يعني.
يعني ما تاخدش بالفصال بتاع السوق يعني، حاول تكسر معه الا اذا انت كنت شايف مثلا الحياة تستاهل يعني. دخل لكم كده يا جماعة، هادي انتوا شايفين البقر اول اسعار، اول سعرين 28.5 و37. عايزين نشوف لكم الاسعار اللي هي مع المزارعين، الناس المزارعة، البقر حياة الجعانة. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. صباح الفل يا خال. الصلاة على النبي. حاضر يا خال. ايه سنة هدية طلع لك على النت. حاضر. قافلة على الاول؟ تحتي ايه خلف؟ عشر ثلاث شهور وتحتيها الذكر. هذه الذكر يا خلفها بالصلاة على النبي، وعشر ثلاث شهور وقافلة على الاول يا جماعة. الصلاة على النبي. هي يعني ايه جعانة شوية، عايزة أكل يعني. عايزة أكل. عايزة أكل صلاة النبي. عليها ولا فيها بيع وشراء؟ فيها بيع وشراء. كم البيع وشراء؟ 47. 47. بالصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل. كم تليفونك لحد عسى وصل معك؟ مليت تليفوني. السلام. 011 299 واحد. في هزس في البقر النهارده؟ في هزس صح؟ اه. تنزل كام البقر النهارده؟ يعني 5000 4000. اه الصلاه على النبي يا عم. هذه لو في الشده، ب 52 اه 53. انا شايف كده. طب انت لو فصلت عجلها مني هيعمل له كام لوحده؟ والله عجلها لحاله اشتروا فيه ب 17. انا والله كنت هقول لك 18. لان انا قايس على سوق العجول النهارده. لا برضه هو قياسه 18. بس احنا على الشراء هنا. الشراء ب 17. وهي 47؟ كله كوم ب 47. 17 يعني البقره وقعت ب 30. 10 3 شهور. الصلاة على النبي تبارك الله. الله يوسع عليكم. ناركم ابيض يا عم، ناركم ابيض. تبارك الله. الصلاة على النبي. الله اكبر، الله اكبر. شايفين الجمال يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الجمال. الله اكبر. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الاحمد يا معلم. معلم الاحمدي. الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. بقره الاحمدي. كم البيع والشراء فيها خالد؟ الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. 46 يا جماعة. الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. لو ما جبتش تجيب لها 350 لحم صافي يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله. الله أكبر. الصلاة على النبي. الصلاة. إيه سنة يا معلم؟ فردة واحدة. كسرة فردة واحدة سنة واحدة يعني. فردة واحدة. وجوز يعني نقول. والجوز بالصلاة على النبي تبارك الله. تحتي ايه خلفها؟ تحتي انتايا. كم البيع والشراء معك؟ 35. 35 البيع والشراء فيها يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. تحتي انتايا بالصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. 35 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. حاضر يا خالد. السلام. السلام على النبي تبارك. كم تليفونك لحد عزة منك؟ تليفونك 011 26 028 233. الله ينور عليكم. الصلاة على النبي. 10 44 يوم على العيال. بالصلاة على النبي. تحتيها الذكر براون. بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله. هاي جميل. الله أكبر. ده البقرة يا جماعة، ده البقر اللي تسعي، البقر اللي تسعي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سنة ايه على كده حق؟ ايه حق؟ سنة ايه؟ سنة على الأول يا عم. قافلة على الأول؟ أيوة قافلة. بيع وشراء كم معك؟ 64. 64 صلاة النبي يعني ما شاء الله. أيوة يا جماعة. 64 يوم على العيلة. 40 يوم على عيلها ب 64 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم بارك تبارك الله. كم تليفونك يا خال؟ 011 246 5707. الله يوسع عليك. اسم الكريم؟ مصطفى عبد الحميد. حج مصطفى. ما شاء الله. صل على النبي. حج مصطفى عبد الحميد.
هذا يا جماعه ده تقرير البقر الوالد. لو عجبكم الفيديو ما تقفلوش علينا بلايك، والناس اللي داخله جديد تشترك معنا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.